في جرأة، يعني مش فكرة بس أداة تمثيلي، كان في جرأة، وكان في مشهد بينك وبين الفنانة علا غانم، يعني الحقيقة كان في جرأة منك، مش فكرة برضو أداء تمثيل قد ما هو برضو يعني إزاي قدرت تفك كده كممثل. لا أنا عايز أقولك على حاجة، يعني إحنا في فيلم عايشين قصة ولازم نعمل الكلام ده، عشان إحنا لو ما عملناش كده، وزي ما كان نجاتي برضو طلع قبل كده اتكلم قال زمان كان بيحطوا مش عارف الباب بيتقفل بتاع الشباك والقهوه تفور والكلام ده، الكلام ده كانت قديم وكلام انتهى يعني. لا بس النقاد على فكره يا استاذ خالد يعني اتكلموا في النقطه دي، يعني حصل هجوم على المشهد ده تحديدا، والبعض شافوا انه يعني صناع العمل يعني استعانوا بيه لمجرد الترويج للفيلم. لا تعليقكم يعني، ما لازم كان المشاهد يشوف ده، عشان دي كارثه، لازم يحصل كده، عشان دي كارثه ان الست بتخون جوزها. يعني السينما. طب استاذ عاطف انت شايف ان المشهد ده ماستر سين الفيلم، اللي هو المشهد اللي بين خالد وبين وهاله، اللي هو كراره واحمد نقدر نقول ان هو ماستر سين؟ مش لا مش ماستر سين قوي، بس هو مشهد حتمي ما ينفعش يتشال، ما ينفعش يتحذف. هو مشهد حتمي ما ينفعش، يعني المشهد الحتمي لابد من وجوده في الفيلم، لابد من ان الجمهور يشوفه، المتفرج يشوفه. احنا بنتكلم او بنطرح قضيه موضوع، بنتكلم في موضوع خيانه زوجيه ما بين اطرافها، زوج اللي هي المثلث الخيانه المعروف من قديم الازل، زوج وزوجه وعشيق. احنا عايزين نعمل صدمه للمتفرج، صدمه للي بيتفرج، علشان الرساله بتاعه الموضوع توصل له، رساله الفيلم توصل له، او التحذير يوصل له، او اللي احنا قاصدين نوصله له يوصل. طب ليه البعض بيبص لها على انها ترويج للفيلم؟ لا ما اكمل لك، بس ان هي لابد ان المشهد ده يكون موجود علشان اللي بيتفرج يصدق. اللي بيتفرج هيصدق امتى؟ ان الست دي خانت الراجل ده مع الراجل ده، يعني امتى هيصدق ده؟ وقع الحكايه ووقع التاثير فيما بعد، تاثير الاحداث اللي ما بعد هذا المشهد، علشان يصدقها وتبقى وقعها ملموس وجيد عند المتفرج، فلازم يشوفه. ما هي السينما في النهايه احنا بنتكلم على صوره، على بنحكي بالصوره، فالحكي بالصوره لازم اقول للناس كل الحكاوي اللي عندي بالصوره. نجاتي انت شايف ان ما كانش ينفع المشهد يتحذف؟ المشهد ده مش موجود في الفيلم، مفيش فيلم. يعني 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 انا بستغرب جدا، انا بستغرب جدا، يعني انتوا هي يعني احنا السينما دي ما ينفعش حد يحجمنا فيها، مش من حق اي حد، لا على مستوى النقد ولا على مستوى الجماهيري كمان. السينما دي حريه، عالم مفتوح، دور الرقابه بيجي في تصنيف الفيلم، إذا كان ده فيلم للأطفال، إذا كان ده فيلم للكبار، إذا كان ده فيلم بلس 16 بلس 18، دي ده موضوع خاص بالرقابة. لكن الرقابة إيه؟ ما علقتش على المشهد يعني، مش من يا أستاذة شكل المشهد إيه؟ يعني استفزك. لا لا الرقابة يعني لما شفت الفيلم ما فيش حاجة حذفته، لأن خالص. أنا سامعة إن كان في مشهد بين نجاتي ومروة والرقابة حذفته، ده صحيح؟ ما حصلش. لا 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 خالص. مش حقيقة. تمام. ليه بقى هنا؟ حضرتك بقى تعالي بقى نقول ان كمان انا ممكن بقى بشكل تجاري اقول زي ما في مشهد في الناحيه دي لازم بقى يكون عندي مشهد في الناحيه دي عشان خاطر الرواج بقى الايرادات. لو حضرتك انا عملت مشهد هيبوظ الفيلم، فزي ما هنا ما ينفعش احط مشهد. انت كده يعني انت بتؤكد انت زوج خاين، وبرده فكره ان لو ليك مشهد من النوع ده هيبقى يعني هيستفز الجمهور، ان هي لا تستاهل انك تتخان في اللحظات دي. إيه هنا في الساعات اللي مراتي فيها قدامي مش ممكن يحصل ما بيني وما بين واحده، حتى لو كان في بيني وبينها علاقه قبل كده، يحصل حاجه دلوقتي. لو انا عملت دوت هبقى انا فعلا هنا قاصد ان انا بحط مشهد عشان خاطر اروج للفيلم، لكن العكس صحيح. لو شلت المشهد بتاع احمد وبتاع علا، انا كده مدخل الجمهور، انا مدخل الجمهور الفيلم ده عشان يصطدم. امتى هصدمه؟ لو انا قفلت الباب ولا عملت شويه الشباك اللي بيقفل مع بعضه، او مش هيحس بالوجع، عارف ايه؟ مش هيحس بالصدمه، مش هيحس بالوجع، وده هدف الفيلم، ان انا احط الجمهور في صدمه. امتى يحصل بالصدمه؟ لما يحس ان هو عمر، الجمهور يحس انه عمر ويشوف مراته وهي بتخونه. ده اللي انا عايزه، ده اللي انا عايز اوجع بيه الجمهور. بس وبعدين انا عايز اضيف حاجه كمان،
المشاهد الجريئه النهارده في السينما ما بقتش ماده جذب او ما بقتش عامل جذب بالنسبه للجمهور. طب ايه الجذب دلوقتي؟ الجمهور ايه الجذب الجمهور دلوقتي؟ لا خلينا بس نتكلم في النقطه دي، ان الجمهور النهارده المشاهد دي يعني فتره من الفترات من مثلا من 15 سنه من 10 سنين بتاع كان الجمهور في مصطلح كده يقول لك الفيلم قصه ولا مناظر. فكان الجمهور يقبل على الافلام اللي هي الكبار فقط او اللي فيها مشاهد خارجه مشاهد جريئه او اللي فيها بتاع لانه عايز يتفرج عايز يشوف عايز فيها ماده اثاره. النهارده الحاجات دي في السينما ما بقتش عامل جذب على الاطلاق لان الحاجات دي بقت موجوده تحت ايده على موبايله يشوفها وهو قاعد في اي حته يعني وهو في البتاع يبص على الموبايل كده يشوف اللي هو عايز يشوفه. فما بقاش ماده للجذب. بقى ايه الحتمي عندنا في 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 صناعه العمل الابداعي او العمل الفني؟ اللي ان يبقى اللي موجود بيخدم العمل الفني او بيأكد او بيقول او بيأكد يعني على العمل وانه يوصل للناس بالقدر المظبوط بالقدر الكامل. بس في الوقت الحالي انا بقيت بشوف فعلا ان السينما بتعتمد على الصدمه، يعني فكره ان الموضوع يتقدم بسلاسه بدون يعني ما تجرح المشاهد ده ما عادتش موجوده الحقيقه. هو جزء من الحكايه ان احنا ما هو ده 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 جزء من مهمتنا ان احنا نصدم الناس. هو احنا بنعمل ليه للسينما؟ احنا بنعمل سينما ليه؟ السينما بتتعمل ليه؟ علشان تساعد في تشكيل وعي الناس. طب انا عايز اسالك برضو على فكره، يعني انت كمنتج وكمخرج ليه اخترت تيمة يعني انك تناقش قضية اجتماعية؟ هل انت شايف انها دي ممكن تحقق ايرادات؟ ليه ما فكرتش كمنتج او بعين المنتج انك تختار تيمة تحقق لك ربح او بمعنى اصح تيمة رابحة زي الاكشن والكوميدي لان هو ده اللي مضمون كايرادات؟ يعني مش شايف انها فيها مغامرة منك؟ هو في النهاية في النهاية خالص ال 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 الحد مننا يعني الـ 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 الفنان مننا او المخرج مننا بيبقى في النهايه قدام مسؤوليه فنيه. هو بيقدم ايه او بيطرح ايه حتى لو انا اللي متصدي للموضوع انتاجيا، بس في النهايه انا بقول ايه للناس، انا بقدم ايه للناس وعايز اقول اوصل ايه للناس. مش مساله ان انا ما هو انا ممكن ما كنتش اشتغل في السينما خالص وكنت ممكن اتاجر في اللحمه يعني ما او اتاجر في 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 الـ في الـ في اي يعني اتاجر في. بس انت صحيح استلفت فلوس عشان تنتج الفيلم؟ ده صحيح؟ بيغزل عين بس بيغزل عين. استلفت كتير. ده حقيقي. نجاتي ممكن يستلف فلوس عشان ينتج فيلم؟